أعزائي المشاهدين، أعزيزاتي المشاهدات، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ميكرو طنجاوي. من بعد ما بدات بلادنا عملية التلقيح وعرفت تراجع في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، الشعب المغربي بدا كيتفائل بالخير، ولكن هذا التفاؤل ما طولش بزاف بحكم مؤخرا انتشرت اخبار على مواقع التواصل الاجتماعي كتقول باللي الحكومة المغربية كتفكر بإعادة فرض حجر صحي في شهر الصيام والقيام وعدة قرارات اللي ماشي في الصالح ديال المواطن البسيط، ولهذا حتى انا قررت نخرج عند الناس ونشوف الاراء ديالهم في هذه القرارات. خليكم معنا عمو ديالي، بغيت نسقسك مؤخرا كاين شي اخبار كتقول على العوده للحجر الصحي. الحجر الصحي غير جاء في شهر رمضان، وبغينا نشوفوا الراي ديالك في هذه القرارات. تفضل عمو سيدي. الحمد لله الحجر الصحي عادي، عموم العالم الكره الارضيه عملوا الحجر الصحي الحمد لله، وداز دازنا عمو سيدي 3 شهور ولا 4 شهور ديال الحجر الصحي، عشنا بخير كل شيء بخير الحمد لله، نتمنى الله سبحانه وتعالى ان شاء الله غادي يدوز بخير بالصحه والهنا على كل المسلمين والمغاربه والى اخره، والله ينصر سيدنا الله يشافي حتى هو مسكين، راه من كنشوف فيه انا حتى هو مريض كيبكي، ولكن هذا قدر الله نحمد الله ونشكره. بغيت نسقسك مؤخرا يعني كيدور واحد الخبر، يعني الحكومه يعني كتقرر انها غترجع الحجر الصحي في شهر رمضان، وبغينا نعرفك واش مع القرار ولا ضد القرار وشنو الراي ديالك؟ والراي ديالي انا بالنسبه للحكومه خصها هي شني القرار ديالها بالنسبه لهذا الحجر الصحي، ماشي المواطن. المواطن خصو غير ما ياكل وخصو باش يصرف على ولادو وفي الدار ديالو، خصو الخدمه، خصو المهم المصرف اليومي، وسيرتو رمضان كيطلب مصاريف فهمتيني، كيطلب بزاف ديال الحاجات، ولكن الحكومه الا كان عندها شي مخطط مستعده يعني للحجر الصحي باش تواجه الفقر ديال البوبري ديروا ماشي مشكل، حنا ما عندنا حتى شي مشكل في الحجر الصحي، مصلحه للعموم، ولكن مصلحه للعموم الانسان خصك حتى توجد له بعد المصلحه الاولى وهو خصو باش يعيش، اما تسد عليه باش غادي تقول له الحجر الصحي وتسد عليه، شنو هو المقابل ديال هذا الحجر الصحي؟ انا غادي ندخل في المثال ما غاديش نمشي للخدمه، الحجر الصحي شنو غتعطيني هذه الحكومه؟ صراحه انا مع القرار وضد القرار، حيتاش مع القرار حيتاش في رمضان كتكون الاجواء يعني عامره بزاف، كلشي كيخرج يتسخر العواشر فهمتي، الاختلاط ضروري غيكون الاختلاط بين الناس، ومن ثم يقدر هذا يعدي هذا فهمتي. وبالنسبه ضد القرار، الناس خصها تحس بالعواشر، خصها تحس برمضان، اجواء رمضان كما كنا قبل، مثلا المساجد خصها ضروري باش نحسوا بالعواشر، والمساجد يعمروا تمشوا عند العائلات وديك الاجواء رمضان بيان سيغ ضروري باش نحسوا بالعواشر ونحسوا برمضان والطعم ديال رمضان وبزاف الحاجات. دابا تينا مع ولاد، الراي ديالك؟ الصراحه ضد القرار، يعني خصك تحس بالعواشر. ان شاء الله تحس بالعواشر ان شاء الله. انا ضد هذا القرار، ضد بزاف ماشي غير شويه، عند علاش الحجر الصحي ما جاب غير مهلكه الشعب، كاين بنادم بلا خدمه، كاين ما تبيع ويشري ما بقاش تبيع ويشري، كان بنادم تيخدم في هذا رمضان، في هذا رمضان تيكون تيدخل بالخير وبالصحه والعافيه الله يدوزو بخير وعلى خير، تيخدموا فيه الناس البيع والشرايه، التجاره، اصحاب القهاوي، المقاهي، تيخدموا فيه بزاف بالحق. من هذا الحجر الصحي منين ضرب عام وغادي في عامين، راه هذا المهلكه للشعب كامل. انا تنقول الله يهديهم علينا، يهديهم علينا، يطلقوا لينا، ما كاين لا حجر الصحه ولا والو، الموت في يد الله، والمرض لا كان ما عند الله، الله يبعدوا علينا. حنايا تعطونا 3 شهور خلصوا هذيك 3 شهور اللي عطاو للشعب، وما عطاو لا شي تكامين، خلصوها في الموضوع. هما الناس اكثر يمسيبين في زناغي، خال عليهم الكراوات، المشاكل اللي وقع لهم مع مول الكرا مع موضو، تيصيفطهم الانذار خصهم يخلصوا بزاف منهم، سحب محلات الضرائب، الناس مقصحه، واخا تعيا تعاني تصبر شي عندها تجاهد باش توقف على حق ديالها، ولكن لا كان هما يهديهم الله يحيدوا الحجر الصحي ويطلقوا للشعب فين ياكل المعيشه ويخلص كره خدم على راسو. يعني سينا ضد هذا الحجر الصحي؟ ضد ضد ضده
عاونوا الشعب. وفينا العون ما ولا يعطوك غير شويه د التساع خدم من انا ما يخدم على راسو كاع لا يعاونونا ربي هو اللي تيعاون غير هما يحيدوا الحجر الصحي. الحجر الصحي راه ما صرعش مواطن الشعب حنا علاش الناس راه النصف المغرب كاريه وتقريبا راه اكثر من 30-40% الناس خرجوا من الزنقه من الكراوات يعني بسبب هذا الحجر الصحي. بسبب هذا الحجر الصحي معامين شدوا الشركات مطاعم اللي كانوا هما خدامين تيخدموا فيهم هذوك كل مطعم ضروري مع زبر فيه واحد جوج تنسا وثلاثه درجال خدامين فيه تيشربوا ويغسلوا قشع ويصيقوا ويخملوا هما جالسين. يعني تينا كتاجر شنو الراي ديالك في هذا القرار؟ لا ماشي في صالح حتى شي واحد. هو دابا اصلا حاليا مضرورين التجار كاملين مضرورين في هذه الحاله هذا من لا زادوا قلصوا من السوايع وسميتو زادوا حجر الصحي كيف كان راه مشكله كبيره غادي تكون حيت الناس مضرورين اصلا دابا حاليا راه الناس مضرورين بزاف. يعني دابا تينا واش مع هذا القرار ولا ضد القرار؟ انا ضد القرار. ضد القرار. ضد القرار. وشنو هي الرساله ديالك مثلا للحكومه؟ والرساله وهي خصها تعتبر التجار كهما اللي كيؤديوا الواجبات الضريبيه وسميتو راه متضررين بزاف. شنو هي الرساله ديالكم كبيع وشراية للحكومه؟ الرساله ديالنا هي تشوف الحاله ديال التجار راه متضررين بزاف وكيؤديوا الواجبات ديالهم والضرائب بزاف وما كاينش المداخل واصلا عام ما كاين لا خدمه لا والو. لنفرض مثلا الانسان كيدخل واحد تقريبا ما كيدخلش حتى 10% ولا 20% في المصاريف اللي متبوع بهم. كيقولوا باللي ان المحلات التجاريه غتبقى تشد مع السته د العشيه. هو دابا حاليا مع الثمانيه والامور ماشي هي هذيك، اما الا بدات كتشد في السته د العشيه يعني صافي الناس تمشي في حالهم وصافي، يبقى في ديورهم وصافي. الراي ديالي انا مزيان وماشي مزيان، هذا الحجر الصحي. نحاول بالنسبه للبيع ديال الشري راه كيضر. لا صغير ولا كبير فهمتيني. وبالنسبه ديال الاحياء راه مزيان ان كيكون الحي كيكون كاين اكتضاد كاين صداع كاين بزاف الحاجات ولكن المسائل ديال البيع والشراء راه الانسان كينضر بزاف فهمتي. وزعما كنطلبوا المسؤولين يعملوا لنا واحد الحنة مساله ديال البيع والشراء وديك الشيء هذاك باش الامور تمشي شويش فهمتيني. ما نضروش حنا راه مضرورين بزاف اصلا مضرورين ملي بدا الحجر الصحي وحنا مضرورين. يعني دابا تينا واش مع القرار ديال عوده الحجر الصحي في رمضان ولا لا؟ الراي ديالك الشخصي. انا ماشي كبيع وشري. انا كبيع وشري ضد هذا القرار هذا فهمتي. يعني واش مع القرار ولا ضد القرار؟ لا احنا ضد القرار اخي. يعني قرار ديال اغلاق المحلات اللي كيقولوا عايشوا دم محلات مع السته د العشيه. السته د العشيه مزيانه المهم يشدونا شي فهمتي يمنونا شي الحجر الصحي في حال عام اللي فات وصافي. اما بحال سته جوج ساعات ماشي مزيان. جوج ساعات كافياك؟ جوج ساعات بالنسبه لي انا يعني ديك الساعه اصلا د العشيه هي اللي كتكون الامور محركه شويش فهمتي. اغلبيه الناس ما يعجبهمش هذا القرار كنظن انا ديال الساد العشيه وما يخليوا هذا الشيء فهمتي مطلق. كبيع وشري شنو هي الرساله ديالك للحكومه؟ الرساله ديالي للحكومه شنقول لهم الله ياخذ فيكم الحق رزيتونا. واش مع القرار ولا ضد القرار؟ هذا الحق الصحي عايش ان شاء الله. المره كتنقص المره كتزاد ثم كتشوفوا الحاله ديال طنجة والمغرب كامل ماشي زعما من الناحيه ديال طنجة المغرب كامل كتشوفوا الحاله ديالو. هادشي كاين التزايدات واخا كاين التسطح ولا شي حاجه المهم انتم كتشوفوا النسبه ديال حتى الشارع العام هو عامر باقي كاين التجمعات باقي بزاف الحاجات اللي كيكونوا ما كنعرفوش شكون هما وصابوا ولا واخا كيكونوا بزاف. اما بالنسبه للحج الصحي كنتمناو زعما ما يرجعش نهائيا ورجع كلشي للطبيعه ديالو باش الانسان اللي بائع متجاوز اللي يكذب على راسو الناس بالتجاره اللي ما عندهمش انت لا راه حنا ضربنا عام بيدو نخدموا بيدو الاستفاده ولاد وما خصناش نزيد هذا العام هذا يتكرر مره ثانيه ولا شي حاجه. كنتمنى هذه الجائحه هذه تحيد مره ونطلب الله سبحانه وتعالى يحيد هذا الوباء. وكيف ما شفتوا معنا كانت هذه هي الاراء ديال الناس حول موضوع عوده الحجر الصحي في شهر رمضان. خليونا تتوما الاراء ديالكم في التعاليق. كان معكم أيوب جباري نتلاقوا في موضوع جديد وحلقة جديدة. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.